إذا للحديث عن عودة موقع فيسبوك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانقطاع في الخدمة الذي شهده العالم يوم أمس، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الاستشاري والمتخصص بتكنولوجيا المعلومات خالد صافي. أستاذ خالد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون هذه هي المرة الثانية التي يتوقف فيها موقع فيسبوك، لكن هذه المرة الأولى الذي يستمر بهذا الوقت الطويل. تحديدا ما الذي جرى بالأمس وهل سيتكرر ذلك مستقبلا أستاذ خالد؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيدي الكريمة. يعني كانت فعلا مثل ما تفضلت حضرتك المرة الأولى في مارس عام 2019 عندما توقفت لأكثر من 12 ساعة هذه الخدمات. حاليا هذا الوقت الطويل الذي عاناه المستخدمون على منصات فيسبوك الذي جعلهم لا يروا أي وجود لمحتوياتهم ولا يتمكنوا من التواصل على هذه التقنيات، بررت الشركة أن السبب في ذلك هو خلل ناتج إلى تسجيل في تطبيقات الأسماء DNS أو حتى في مشكلة بروتوكول بوابة الحدود الخاصة بالربط ما بين السيرفر الخاص بهذه المنصات وعمليات الطالب حول العالم. لكن هذا الأمر كان هو محاولة من الشركة لذر الرمادي في العيون، لأن كان هناك تعديلات أخرى ذكرتها فرانسيس في تسريباتها قبل حدوث هذا الخلل، عندما تم اللقاء فيها في لقاء 60 مينتس على اللقاء الذي تحدثت فيه عن أن إدارة فيسبوك تستخدم خوارزميات خاصة تسعى من خلالها بأن تختار المحتوى الأكثر تفاعلا للجمهور حتى يبقى على فترة أطول من تواجده على هذه المنصات، وبالتالي يتعرض لإعلانات وتستفيد المنصات بشكل كبير جدا ماليا ولو كان ذلك على حساب الجمهور الذي يتعرض لمحتوى عنفي يصنع الخلاف، محتوى مضلل، محتوى غاضب يغري الناس بأن يقيم لفترات أطول على هذه الفترة على هذه المنصات. هذا أيضا يعطينا سبب ونقطة وجيهة إلى أن تؤكد أن من قام بعملية التوقف هي فيسبوك نفسها لهذه المنصات حتى تعدل من خوارزميتها التي أطلقتها في عام 2018 والتي تسعى لجذب الجماهير لأطول فترة ممكنة مستخدمين لهذه المنصة. هو في هذا السياق أستاذ خالد، هل يعقل أن شركة بحجم فيسبوك يمكن أن تعجز عن حل خطأ بسجلات نظام أسماء النطاقات أو مشكلة بالراوترات الرئيسة؟ هل هناك من يؤكد أن شيئا أكثر خطورة ربما جرى يوم أمس؟ نعم، هناك كثير من الدلائل تؤكد أن العملية عندما تكون خللا مثلا في النطاق DNS يمكن إصلاحه في أقل من نصف ساعة لشركة يعني ربما تكون ناشئة ما بالك بشركة عملاقة مثل فيسبوك. هناك أيضا أدلة تؤكد أن عددا كبيرا من الموظفين لم يتمكنوا من الدخول إلى الشركة شخصيا لتعطل خدماتهم، ذلك لأن هناك أمر يدبر لا يريد أن يدخل هؤلاء كموظفين في عملية الاطلاع على إجراءاته. هناك تغييرات جذرية كانت تتم في الخفاء للمحتوى أصلا من خلال ما سربته فرانسيس عندما أكدت أن في كل مرة يظهر هناك خلافات أو مشاكل لدى فيسبوك يتم استدعاء أحد القائمين على فيسبوك لأجل الشهادة أمام الكونغرس الأمريكي وبعدها تعتذر فيسبوك باعتذار باهت، ثم تقوم فيسبوك بمعاقبة من قام بتسريب مثل هذه المعلومات وتعود مرة أخرى تكرر نفس ذات المشكلة. لذلك عمليا مثل احتمال فصل انفصال الراوتر الرئيسي أو خلل في نطاقات الأسماء لا يمكن لشركة عملاقة مثل فيسبوك أن يستمر الأمر لأكثر من 7 ساعات حتى تتمكن من إصلاحه ثم تعتذر بشكل باهت على أن الخلل كان مجرد خلل عادي. أستاذ خالد، هل دخول البنتاغون على خط ما جرى بالأمس يعني ربما يشكل خطورة من نوع آخر هل على حرية التعبير وأمن المعلومات؟ هل تعتقد ذلك أستاذ خالد؟ يعني عندما دخلت بنتاغون على هذا الأمر لأجل استدعاء فيسبوك والمسؤولين والحديث معهم، الآن بدأ الأمر للحوار مع فرانسيس نفسها لشهادتها اليوم لتديها أمام الكونغرس الأمريكي في ضد فيسبوك، ولكن تدخل البنتاغون بشكل آخر هو لمحاولة معرفة حقيقة ما جرى، ذلك لأنه يهتم بشكل كبير جدا أن الآلة التي صنعتها فيسبوك إذا كانت هي قادرة على التحكم فيها من عدمه، وفي حال كانت تتحكم فيها فالأمر بالنسبة لها هين، لأنها عندما تصنع آلة مثل فيسبوك ولا تتحكم فيها
قد ينقلب ذلك ضد الشعب الأمريكي نفسه، هي ما يخشاه الكونغرس الأمريكي وليس ما يخشاه على العالم أسره، بمعنى أن الإبادات الجماعية والحركات الجماهيرية وزيارة الاقتصادات التي سببها فيسبوك من خلال تحيزه في نشره للمحتوى المضلل قد يؤثر سلبا على أمريكا نفسها، وهذا ما يخشاه الكونغرس، ولذلك يحاول استدعاء فيسبوك ومسؤوليها التنفيذيين لمعرفة ما قدرة هذه الجهات على التحكم نعم أستاذ خالد وعدم قدرتها على أو عدم قدرتها على التحكم فيها بعد ذلك. من إسطنبول الاستشاري والمتخصص بتكنولوجيا المعلومات خالد صافي، شكرا جزيلا لكم.